بسم الله الرحمن الرحيم، جريد 4، اهلا بيكم. نخش بقى النهارده على السن 3، بيتكلم على الكونسرفيشن اوف انرجي. ايه بقى الكونسرفيشن اوف انرجي؟ تعال مع بعض نشوف عايز يقول ايه هنا. ان ذا كاتل الكتريك انرجي از كونفرت انتو ثيرمال انرجي. تمام، يبقى الالكتريك انرجي بتحول الى ثيرمال، الكلام ده سليم مظبوط، وده احدى الكونفرتد اوف انرجي. In the guitar, sound energy is converted into kinetic energy. طبعا الكلام ده فولس، لان العكس صحيح. الكينيتيك انرجي اللي بتعملها بايديك على سبرينجز بتاع الجيتار بتتحول الى ساوند انرجي. يبقى الراجل برضه بيتكلم على الكونفرت اوف انرجي، تحولات الطاقه. كلام برضه متعاد، كلام هو ما فيهوش اي تغير. فبيقول لي تعالى اما اعرفك هنا، What is the energy change while riding a bike؟ يا ترى ايه تحولات الطاقة أثناء ركوبك للبايك؟ نمسك واحدة واحدة. When you feel you eat، لما بتاكل، the chemical energy stored in the food provide you with the energy. يعني ايه؟ كلمة provide يعني تمدك. يبقى سيادتك لما تاكل، تمام؟ الكيميكال انرجي اللي ستورد في الفود، احنا عارفين الفود يا جماعه في كيميكال بوتنشال انرجي، دي بتعمل ايه؟ بروفايدز يو، تمدك، تعطيك، تديلك يور بادي ويز انرجي. تمام، بعد كده وين يو رايد ذا بايسكل اند بوش ذا بدل، بدل اللي هو البدال بتاع البايسكل، الكيميكال انرجي اللي كانت ستورد في الفود convert into kinetic energy، ودي قلناها في الليسون اللي فات ما فيهاش جديد، causes the bike to move، ادي واحده. بعد كده some of kinetic energy، جزء من الكاينتيك انرجي اللي عندي is convert into thermal energy due to the friction with the root. تمام، كمان يا جماعه بصوا يا جماعه، اي جسمين in contact، اي جسمين بينهم تلامس وموفمنت، على طول يطلع عندي على طول ثيرمال او هيت انرجي. يبقى بيقول لي خلي بالك في بعض التحولات في هذه الحاله. الفود في كيميكال انرجي يتحول في جسمك الى كايتيك انرجي، وسيادتك عندك انرجي تو ميك ذا بايسكل موف. لما البايسكل موف كمان في فريكشن فورس بتوين ذا بايسكل ويل، العجله بتاعت البايسكل اند ذا روت، ما دام في احتكاك بينهم هيطلع عندي على طول ثيرمال انرجي. يبقى من كيميكال لكاينتيك موف ذا بايسكل، وبعد ما الكاينتيك هتحول الى ثيرمال انرجي او الى هيت انرجي. ادي الكلام اهو، ادي الكيميكال انرجي ان ذا فود تحول الى كاينتيك انرجي ان ذا بايك، وبعد من هذه الكاينتيك انرجي هتحول الى ثيرمال انرجي، وده نتيجة الفريكشن بتوين ذا بايسكل اند ذا روت. الكلام ده جميل جدا ما فيهوش أي مشاكل. نفس الكلام، energy chain when a light bulb is switched on. قلنا كلمة light bulb يعني مصباح كهربي. طب يا عم مصباح، إيه الحوار بتاعك؟ قال لي هبدأ لك يا سيدي من الأول. لما أنا أضغط على الزرار بسميه turn on. When you turn on the light bulb، ضغطت على الزر بتاع المصباح الكهربي، the electric energy اللي موجوده في الواير، ما هو يا جماعه دلوقتي السلك اللي في البيت عندي كل الاسلاك اللي موجوده في البيت بيمر فيها electric energy ومستنيه تروح لاي ديفايس، علشان هذا الديفايس يقوم يحولها لي من electric energy الى نوع اخر من الانرجي. كل جهاز عندك في البيت بيحول الالكتريك انرجي الى فورم اخر من الانرجي حسب نوع الديفايس. فيبقى اللايت بالب بيحول الالكتريك انرجي ذات جوز ثرو ذا الكتريك واير اللي ماشيه في السلك، ات كونفرت انتو لايت انرجي وانس، عندما ايه؟ ات ريتش ذا بالب. يعني ايه؟ تعال اقول لك يعني ايه. حضرتك لما تيجي تضغط مثلا على السويتش بتاع اللايت بالب، ايه اللي بيحصل؟ بص معايا كده لو سمحت. ادي اللايت بالب المصباح الكهربي،
وادي السلك بتاعها اللي فيه الالكتريستي، في طبعا سورس الكتريستي، وادي السويتش اللي عندك في البيت الزرار. اول ما تضغط على الزرار اللي بيحصل بيبدا الالكتريك انرجي يمشي في الواير لحد ما يوصل لهذا اللايت بالب. اول ما يوصل اللايت بالب تيرن اون ويبدا يحول الالكتريك انرجي الى لايت انرجي. خلي بالك افرض يا سير السلك من هنا مقطوع وانا ضغطت على الزرار برضه، هل اللمبه هتقيد؟ نو واي. واي؟ بيكوز الالكتريك انرجي نوت ريتش ذا لايت بالب، الكهرباء ما وصلتش للمصباح، هنا المصباح مش هيقيد. فعايز يقول لي ايه؟ اول ما انا اعمل تيرن اون لللايت بالب على طول الالكتريك كارنت او الالكتريك انرجي كونفرت انتو لايت انرجي، بس امتى؟ لما ريتش ذا بالب. If you put your hand near the light bulb، لو انت قربت ايديك، يا خلي بالك اوعى تلمس اللايت بالب بايديك. Why؟ Because it has large amount of heat energy، يبقى في جزء اخر من الانرجي ليك اوت بيتسرب على شكل ايه؟ على شكل heat energy. وده اللي قلناه برضو في اللي فات، قلنا most of energies بيحصل لها لوس، بعض من الطاقه بتفقد على شكل ايه؟ على شكل heat energy. If you put your hand near the light bulb you can feel that you feel heat. هتشعر بهيت comes out of the light bulb. ليه؟ because some of electrical energy ايضا convert الى thermal energy، ويبقى التحول عندي الالكتريك انرجي الموجوده في الواير تكونفرت انتو لايت انرجي اند ثيرمال انرجي. والكلام ده يا جماعه مش جديد علينا، قلناه اكتر من مره في الليسون اللي فات. يبقى كل ده او الليسون اللي قلناه النهارده ما هو الا تكمله واستكمال للانرجي كونفرت. من هنا بقى نوصل لحاجه اسمها ايه؟ لو اوف كونسرفيشن اوف انرجي، قانون بقاء الطاقة، conservation of energy. ايه يا جماعة القانون ده؟ قلنا قبل كده ان الطاقة not created nor destroyed، ما هو نفس الكلام، the energy neither be created nor destroyed، لا تخلق من العدم ولا تفنى، مفيش حاجة تقول للطاقة خلصت، no way. اما اقول ايه؟ اقول الطاقة اتحولت. في فرق بين الطاقة خلصت والطاقة اتحولت. أيوة الطاقة ما بتخلص، الطاقة convert from one form to another. يبقى low conservation of energy، energy neither created، لا تخلق، nor destroyed، ولا تفنى، but only converted from one form to another، لكنها تحول من form to another form. تمام يا سير، نشوف بقى check your understand. يلا هنشوف اول ثلاثة او اول اربعة، فاضل واحد، بسرعة بسرعة. مين؟ شكرا. Number one، when you ride a bicycle some of kinetic energy is converted into thermal energy due to the friction with the road. نشوف مين اول حد. روجين، اتفضل يا روجين. بسرعه يا روجين، ما عادش تايم. احمد وائل، ما حضرتك يا سير اول واحده هتبقى ترو. ترو، اشكرك. نشوف علم عداوي، علي بيقول ايه؟ The electric energy is converted into light energy and the sound energy when the light bulb is switched on. غلط، فولس. فولس طبعا، ما فيش ايه يا علي، ما فيش كلمة ايه، ما فيش طبعا ساوند يا جماعة، هيبقى عندي light and heat energy. جودي، number three، the food we eat contain chemical energy. True. True. شكراً.
بعد جودي أسيل. يلا أسيل. The electric energy that enter the fan is not destroyed, but it convert into thermal energy. False, yes, sir. False, yes, sir. أمال بتحول إلى أي أسيل؟ Electric, kinetic, thermal. تمام. Kinetic energy and heat energy تعتبر زيادة. طيب هننهي دلوقتي يا جماعة.